ننتقل الآن إلى مدينة فايما، حيث يظهر معرض هناك أن الفنانين في ألمانيا الشرقية كانوا أفضل من سمعتهم، فمن قال إن كل شيء هناك كان دعاية حكومية؟ أبطال العمل مرسومون بالألوان الزيتية، أعمال فنية أنجزت بتكليف حكومي تجعل الاشتراكية تبدو مثالية بصورة مدهشة، كما أن هذه اللوحة أعدت بتكليف من الدولة. الصراع الطبقي في تقليد عصر النهضة، إنها مرسومة بدقة كما يتقن ذلك فنانون قليلون. رسمها فيرنا توبكا، أشهر فناني ألمانيا الشرقية. ثمة فنانون انطوائيون كبينك الذي كان متطرفاً لدرجة اضطر فيها لمغادرة البلاد، ومنهم فنانون غير منسجمين من أمثال هارتفيك إيبرسباخ الذي أثار الغضب مراراً دون أن يغادر. لأول مرة يثبت معرض فني في مدينة فايما أن الفن في ألمانيا الشرقية لم يكن دوماً سلطوياً. كنا منتمين إلى نظام ألمانيا الشرقية بما في ذلك المتمردون. هذه صورة عن الأوضاع الاجتماعية آنذاك، والسؤال هو هل هذا فن أم تاريخ للأوضاع الاجتماعية؟ في الوقت الذي طغت فيه التجريدية في ألمانيا الغربية، كان الفن في ألمانيا الشرقية تصويري. جلب لهم هذا الأمر الذم في الغرب باعتبار فنهم دعاية عفى عنها الزمن، والمعرض في فايما يوضح الفروق في فن ألمانيا الشرقية. فقد الفنانون الإيمان بالتقدم وبالعالم الاشتراكي الأفضل تدريجياً. لقد تصدع الأمل، كما هي الحال لدى الرسام فولفغانغ ماتويا. أطلق اسم وداع إيكاروس على المعرض، وهو تعبير عن نهاية المدينة الفاضلة. إنه فن لا تحتفي به الدولة. يلاحظ المرء أن الفنانين كانوا يحاولون باستمرار اتخاذ موقف مستقل، فتارة كانوا ينتقدون ويعلقون على النظام برفق، وتارة أخرى يهاجمونه بشدة. يقيم الرسام فولكر شتيلتسمان اليوم في برلين. لقد درس الفن في ألمانيا الشرقية وأصبح أستاذاً جامعياً وفاز بالجائزة الوطنية. وفي عام 1986 سافر إلى غرب ألمانيا ولم يرجع منها. لم يعد يرغب بالتعاون مع الدولة، فمن يخسر حظوة الأقوياء يمكن أن يفقد بسرعة أسسه الإبداعية. لم يكن جميع الناس هناك يعيشون في أمان كما تصور الشطر الغربي، ولم يملك سوى قلة قليلة ورشا للرسم، ولم يتمكن أحد من القول إنه وفر بعض المال ويرغب في بناء ورشة رسم خاصة. للمرة الأولى يوضح معرض فني العزلة الشديدة للوسط الفني في ألمانيا الشرقية. يتحدى كلاوس هنا شبرينغمول الدولة بحركاته الاستعراضية. إنها روح مستقلة لا مكان لها بعد الوحدة الألمانية في السوق الحرة للفن، بعكس الفنان الإعلامي لوتس دامبك الذي نجح في دخول الساحة الفنية الغربية. يرى رسامو ألمانيا الشرقية بالوحدة الألمانية مجرد انقطاع يشتعل حوله صراع ألماني ألماني حقيقي من خلال اللوحات. وضع النقد الفني الغربي جميع فنون ألمانيا الشرقية في سلة واحدة، وأدانه كفن أيديولوجي تشرف عليه الدولة. يسعى معرض مدينة فايما إلى تسليط الضوء على قدرات وتنوع هذا الفن بقوة. صاحب معرض صور من غرب ألمانيا كارل شفيند يرى أنه تقدير متأخر. لقد سبق له أن تاجر بأعمال فناني ألمانيا الشرقية قبل الوحدة الألمانية، وكان يقدر مهاراتهم الفنية. ما زال هناك حتى اليوم عدم قبول لفن ألمانيا الشرقية في الوسط الفني لألمانيا الغربية، ولم ينظم أي معرض له في أي متحف غربي مشهور أو في أحد معاهد جوتا في الخارج. فقد كانت هناك محاولة لإبعاد المنافس الشرقي وإخراجه من السوق. أصبح الفن في ألمانيا الشرقية في الثمانينات أكثر تجريبية ونقداً، حيث لم تعد الدولة تملك القدرة على اتخاذ إجراءات تقيد الفنانين.
يرى المرء أن الفنانين سلكوا طريقا لم تسلكه السياسة والمجتمع إلا بعد سنوات. انتهى عصر ألمانيا الشرقية، إلا أن وداع إيكاروس هو أيضا فرصة لبداية جديدة. لقد فتح المعرض أخيرا نظرة مغيرة على فن ألمانيا الشرقية.